بعد ما اتكلمنا عن الفنيات واتكلمنا كتير عن امور المباراه، نروح لفقره مان اوف ذا ماتش او رجل المباراه. كابتن فاروق، يعني انا شايف رجل المباراه رامي ربيعه هو افضل واحد، ان انت بتتكلم على قائد بمجموعه من الناشئين موجودين في الملعب، هو القائد بتاعهم، هو اللي بيحركهم، هو حتى لو يعني علي لطفي كان كويس، لكن انت بتتكلم في الملعب، يعني الملعب اللي هو بيقلل وصولك للمرمى، بيخلي اللعيبه تشتغل بشكل كويس جدا. موجود قائد في الملعب بينظم الناحيه الدفاعيه، بينظم الكرات الثابته اللي كانت كتيره على النادي الاهلي. فانا شايف ان انا من وجهه نظري رامي يستحق ان هو يكون رجل المباراه. كابتن شادي، من وجهه نظري هقول علي لطفي، الحارس الكبير اللي لما تجيله فرص صعبه يتعامل معاه. في اخر المباراه تعامل مع كوره كانت صعبه جدا، انفراد بشكل كبير، الكوره زي دي اهي، مروان راس حربه متميز جدا، واللعبه دي كمان في لعبه دي كانت مهمه اتعامل معاه كويس، والاخيره اصعب من دي. فرصه هدف حقيقيه بنسبه 100%. فانا عشان كده حدي علي لطفي نجم المباراه. كابتن عمرو، انا اروح مع كابتن شادي. علي لطفي النهارده ادى بشكل مميز جدا وكان ظاهر. عايز اقول لك ان في كرات بتبقى حاسمه في المباراه، والكره اللي احنا بنشوفها دلوقتي هي دي يعتبر حاسمه في المباراه، لو كانت يعني كان اي يعني حارس مرمى ممكن يخطا فيها، ولكن هو اتعامل معاها ببراعه. بس مروان الحقيقه قطع ياخد جايزه الاوسكار. عايز اقول لك كان مميز جدا، حتى في الكرات الثابته كان بيطلع توقيتاته مظبوطه جدا. لو جبت كل الكرات العرضيه توقيتاته هو بيطلع وبيمسك كوره في وسط الناس، اعتقد ان هو كان مميز جدا بشكل كبير جدا يعني. كابتن وليد، على مستوى الاداء في نجوم كتير جدا النهارده، يعني الولاد الصغيرين كلهم انا اديلهم نجوم المباراه، لعيبه صغيره في السن ما بتلعبش كتير مش خايفه فيستحقوا الاشاده. بتفق مع شادي وعمر ان علي لطفي كان متالق ومتميز جدا، لكن انا هروح لجائزه رجل المباراه مع كابتن فاروق جعفر في رامي ربيعه. رامي ربيعه بصراحه قائد، بيلعب مع خط دفاع كله ما بيلعبش، من اول كريم الدبيس لمعتز الولد الناشئ الصغير الهايل لخالد لحتى علي لطفي، تواجده قليل جدا، لكن كابتن فرقه فعلا. قاد خط الظهر حتى لما اتعور، لف دماغه وكمل. يعني كابتن من كباتن النادي الاهلي، ويحسب له ان هو لعيب من لعيبه الجيل الذهبي، ومع ذلك ما بيزعلش لما يقعد. اقعد يا رامي، حاضر. العب شويه، حاضر. العب نص، حاضر. قود مجموعه من الناشئين، حاضر. رامي ربيع من اللعيبه اللي ممكن تكون كانت محطوطه تحت المنظار نهايه الموسم. طبعا مليون في المية، مليون في المية. وحصل على الجائزه دي، اعتقد ان هي طبعا تتويج ليه، برافو عليه. من اعظم الحاجات اللي حصل لها في حياته، ودايما رساله للجمهور، مهم جدا انك تحس باللاعب حتى وهو ما بيلعبش. بص يا كابتن، الكره دي العبره بالخواتيم. حقيقي. ايه رايك يا كابتن فاروق؟ صح. ما تقول الله. ممكن حلو. ايه يا كابتن فاروق؟ ده انا بقول كلام والله. انت قلنا النهارده كلام جديد جدا والله العظيم. العبره بالخواتيم. طب حضرتك سمعتها في اي استوديو دي؟ والله يا كابتن ما برضه اتكلم بس عن نفسي. هو الجايزه سواء يقعد او ما يقعدش هتحدد اذا كان رجل مليون في الاهلي، النادي الاهلي ده مليون في المية. حضرتك كمثال جيد قاعد قدامك، هو كنت لاعب 49 ماتش من 52 ماتش ومشيت في السنة اللي أنا لعبت فيها 49 ماتش. هو تقييم على آخر ماتش يعني ولا؟ لا، هو تقييم على آخر ماتش. بص دايما بتيجي في لحظات مع لعيبة كبار، ممكن آخر مباراة أو اتنين تخلي مدير فني يغير وجهة نظره، مش من لا، ولكن يكون الأمور متذبذبة، يكون عنده اختيارات. فادائك في اخر أيوة مباراه يعني. واخر مباراتين طيب انا يخلي المدير الفني يروح حته ثانيه. عندي خلاص. عندي تعليق صغير. اتفضل. النهارده ما بقول انا رامي ربيعه هو رجل المباراه، وفي نفس التوقيت كابتن عمرو وكابتن شادي قالوا ان علي لطفي رجل المباراه. الاثنين كويسين، لكن انت بتتكلم الملعب. يعني انت دايما بتتكلم، يعني انا مثلا في الانفراد ده اجي انا اعاتب، انا لو مدرب المسرح اعاتب المدرب اللعيب، اقول له انت ما حطتش في البعيده ليه؟ طب ما هو الكورتين اللي صدهم علي لطفي هو في القريبه اللي هي الحته اللي بتاعته، يعني الحته بتاعته. لكن هنا المهاره بقى توديك تحط كره في البعيده، لو شفناهم لو عدناهم هتلاقي المهاره. الكرة دي يا كابتن، هو خبراته. الكره دي يا كابتن بوزيشن وريفلكس. بص هو بص انا لم بقى ده هو حطها هنا عملها كده ببطن رجله هناك جول. بس بوزيشن يعني وريفلكس ان هو ينزل بالتوقيت ده ويقفل بالشكل ده، خطأ من مدافعين الاهلي. طبعا. لا حتى طبعا. لو يعني انا قصدي اقول يا شادي ان انت بتتكلم على واحد بيدير 10 لعيبه معاه او 10 لعيبه بما فيهم حارس المرمى، هو رامي
النهارده رامي على فكره رامي في مباراه فاتت للنادي الاهلي في الدوري كان بينزل اخر 10 دقائق ربع ساعه، ويمكن وليد قال نقطه مهمه جدا، القائد او الكابتن او اللعيب اللي بيحب النادي وعنده ولاء النادي ما تفرقش معاه قاعد بره على الدكه ولا يتقمص ولا يزعل وينزل يأدي بنفس الحماس بنفس القوه. من اللعيبه اللي بتبعد وترجع تلعب يعني مع المنتخب عشان كده مره جابه وهو بيصيف مدير فني تقريبا كوبر اعتقد هو بيصيف لعب اساسي ابتدى بيه.